محمد نعيم مختار من ولاية كسنة، ويتقدم بحفظ القرآن الكريم كاملا مع القراءات العشر الصغرى المتواترة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. اقرأ برواية ورش عن نافع بالتوسط إلى المد البدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به ولا يجر له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون فتيلا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الرجال
والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وما تفعلوا من شيء وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ثم اقرأ قوله تعالى يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله اقرأ برواية ابن جماز عن أبي جعفر بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا إنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم
حسبك. ثم اقرأ قوله تعالى: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، برواية السوسي عن أبي عمرو. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حسبك. السؤال الرابع والأخير، اقرأ قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على الساكن المفصول. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك
لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عباده أليس الله بكاف عباده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حسبك وفتح الله عليك.